زين شنو المشكلة بحشد الدفاع؟ هو متطوعين وقاتلوا ولبوا نداء المرجعية، ليش لحد الآن بدون رواتب؟ عندكم مشكلة إدارية؟ لو اكو مشكلة هم ما يردوكم أصلا كمشكلة إدارية ما عندنا، يعني احنا عندنا أرقام إحصائية، منشورين قسم أوامر ثاني، منشورين بالعمليات، منشورين القوات البرية، أسامينا في العمليات المشتركة، حتى ورا الفحص أسامينا راحت إلى يعني كانت وكيلة سطيف سامي قبل ما تصير وزيرة، قالت أنا ما عندي بياناتهم، حتى رسلنا لها البيانات، يعني حتى قاعدة بيانات احنا موجودة عندنا. كإدارية ما عندنا أي شيء، يعني أي حجة، حتى من قالوا الفحص احنا نعرف الفحص ظلم، لأنه الفحص وين أستاذ اليوم، أنت مقاتل، أنت ما حاجة تفحصني أنا كأقراني، أنا نفس حال أبو حشد الشعبي وكحشد حشد العشائري ما يختلف عني، وأبو الصحوات ما فحصتوهم، ما طلعت هذا دخله بمعسكر فحص ولا تشوفه يعرف يقرأ أو لا، أنا إجا وياي الشايب وإجا وياي الصغير وإجا وياي يعني طلع حتى بفحص أستاذ ظلمونا ظلم، يعني طبقوا علينا القوانين، الضابط إذا يريد يلتحق بهاي المعسكرات الفحص ما ينجح، يعني حتى في معسكرات الفحص كتبوا على 17,000 مقاتل، كتبوا عليهم حشاء مقاتلين، كتبوا عليهم كلمة فاشل، وحولونا على الصحوة ورضينا، وهاي كتبهم موجودة. زين فاشل أنت شو قاتل؟ هو من حرب داعش لليوم ولازم قاطع لحد الآن، ليش فاشل بهاي الفترة كلها من وسط الفحص؟ ليش صار فاشل؟ فشل عملهم. فشل مو عمل مقاتل، لا، عمل اللي يديرون اللي يديرون اللي يديرون هذا الملف. المقصود تعتقد؟ طبعا. لانه انا ما اطلق على مقاتل قاتل وعاف عائلته ومن 2014 لحد الان بدون راتب ويداين الكروه، والله استاذ مثنى وانا حاكيها باكثر من مكان وعبر قناتكم هاي، يشهد علي الله، عندنا مقاتلين من تشوفه ينزل يبكي يصعد بالثريلات على يا سناد، هذا مقاتل، هذا لازم اخليه تاج على راسي، هذا لابس هاي شرف، هاي شرف. انا هسه جيت من عمليات ديالو، جيت عليك شوف لابس بدلتي، جيت من القاطع عليك مباشره. زين هاي اذا انا ما عندي كروه ادفعها واصعد مثل 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 اي 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 مقاتل محترم، يعني يقبل رئيس الوزراء او كلهم اللي مسؤولين على الدوله، ما استثني احد، يقبلون هذا الشرف، حشا سايق لتريلي بس يقبلون هذا الشرف،